روح للاعبين الاكثر تسهيلا، من تتوقع اسم كذا موجود شاء اول ما يجي لك التسييم خارج المنطقه في اسم يجي على بالك على طول تاريخيا او حاليا؟ يمكن عمر السومه. عمر السومه، وشاهد الارقام، هو عمر السومه رقم واحد. نعم ام لا؟ شاهد الارقام اللي موجوده، من الاكثر تسجيلا في تاريخ الدوري المحترفين من خارج المنطقه بكرات متحركه؟ عمر السومه. نقطه على نقطه يا كابتن عبد الحكيم، تفضل. ليش عمر السومه مميز في هذا الجانب؟ ايش السر اللي فيه بالتحديد؟ يعني انت لما تملك القدره للتسديد من الزوايا الثلاث، على الزوايا الثلاث وين؟ فسر الزوايا الثلاث، يعني على يسار المرمى، على يمين المرمى. ايوه زين، فسرها للمشاهد، انا اعرفها. وامام المرمى، فاعتقد انه من اللاعبين المميزين في الدوري، وتاريخيا اعتقد انه يعني الارقام يعني ما تكذب. الكابتن عمر سومه كان عنده الامكانيه انه يسدد من اي منطقه وممكن تكون خطره، وفعلا هذا اللي شاهدناه بالارقام وترجمه بالارقام.